إذا تعليمات سيد اللواء المدير العام للجمارك وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمين العابرة للحدود، تمكنت فرقة المتنقلة بغردية للجمارك وبالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان من حجز عملية نوعية، تمكنت من حجز 6.990 كيلوغرام مخدرات حشيش البانجو زائد 4 هواتف نقالة وسيارة سياحية وخمس أشخاص مشتبه فيهم 2 من جنسية جزائرية وثلاث أشخاص من جنسية غينية. تنفيذا لمخطط العمل المسطر مطارف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا المتضمن تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان أثناء تنفيذهم خدمة مشتركة رفقة أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغردايا بالطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي الغردايا والأغواط بين منطقة المسمى وادي الكبش، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية عابرة الحدود مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات وكذا الهجرة غير الشرعية. هذه العملية أسفرت عن حد 6.990 كيلوغرام من المخدرات، مادة حشيش البانجو، 4 هواتف نقالة، سيارة سياحية، بالإضافة إلى توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم 2 من جنسية جزائرية و3 أشخاص من جنسية غينية، من بينهم 2 من جنس أنثى. بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية أخرى تم توقيف 2 آخرين مشتبه فيهما 1 من جنسية جزائرية وشخص آخر من جنسية ليبيرية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام العدالة بتهمة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وكذا تكوين شبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.